موقع سفاكسان بوانيت معنا حمدي رويد. رجع الملعب الطيب لميري لكن بألوان أخرى. كيفاش عاش المباراة حمدي رويد؟ صحيح اخويا، رجعت للملعب اللي عديت فيه احلى فترات ومع الجمهور، معناتها اللي بالحق معناتها يظهر لي عندي لي محبه خاصه. صحيح معناتها بعد عامين نرجع لطيب لميري، معناتها نلعب بيازيه مع فريق اخر اللي هو يعتبر زاده فريق كبير، معناتها الملعب التونسي. يظهر لي جينا لصفاقس اليوم عملنا ماتش باهي في الاخر دقائق، معناتها خسرنا الماتش. الله غالب الله غالب، معناتها شفت حتى معناتها زوز ورق حمر، يظهر لي تعبونا شويه معناتها في الاخر. ما الحمد لله يظهر لي عملنا ماتش باهي، فهمت؟ والذكريات كبيرة عندك ملعب طيب لميري؟ أكيد أكيد عندي برشا ذكريات، أكيد عندي برشا ذكريات كبيرة. فما شوية الواحد في البارتية كل يسرح شوية في الذكر الماضي، ما كاو توا هذه الاحتراف معناتها كل مرة في جمعية. نتمنى معناتها التوفيق للفريق الفريق الملعب التونسي سنة يعمل ماتش ما يعمل سيزون باهية، ونتمنى زاد النادي صفاقسي معناتها اللي كيما نقولوا يمشي بالقدا في الشامبيونا، والأوبجيكتيف نتاعو اللي هو الشامبيونز ليج إن شاء الله، علاش لا يا ربي يتوج بها إن شاء الله في أقرب الأوقات.